السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع حل وشرح تمارين تاب جيم 2025 الثاني الإعدادي. طبعا هنبدأ النهاردة في درسنا الخامس والسادس في الوحدة الثانية واللي بيبدأ من صفحة 75. طبعا عندنا كلمة مس بمعنى يفتقد، بتي بمعنى شفقة أو حزن، وعندنا كلمة موف بمعنى يتحرك، وورز بمعنى يقلق أو قلق. نمبر 1 بيقولوا we felt a for the child who lost his family in the accident. طبعا احنا شعرنا بالايه على الطفل اللي فقد اسرته في الحادثه، اكيد we felt pity يعني شعرنا بالشفقه او الحزن. نمبر 2 بيقول I am my friend who traveled abroad. طبعا انا بفتقد اكيد زميلي اللي سافر الخارج، يبقى miss. هنشوف نمبر 3 بيقول my mom always ايه about me when I go out alone. يعني ماما دايما ايه عني لما بخرج لوحدي، يبقى اكيد my mom always worries. worries يعني بتقلق عليا. تعال نشوف حبايبي يلا صفحه 76. عندنا going، عندنا fail، عندنا to، عندنا at. واللي yesterday I spoke in my friend، طبعا يتحدث معها اسمها spoke to. تعال نشوف number 2 واللي مازن is happy because he passed his driving test، يعني سعيد لانه اجتاز اختبار القياده. he didn't ايه يبقى هو لم ايه، هتقول لي he didn't fail، طالما اجتاز يبقى لم يفشل او لم يرسب. تعال نشوف نمبر 3 بيقول today we are sailing after school. طبعا هنا حبايبي قلنا النشاطات اللي هي فيها ing دايما بتاخد الفعل go، فاقول we are going sailing. تعالوا حبايبي يلا نشوف صفحه 79. بيقول لي you did a job your drawing is great، الرسم بتاعك جميل خالص وعظيم، فاكيد amazing job، ديت وظيفه رائعه. تعال نشوف نمبر 2 بيقول I'm going to show our coach how much I got better at football. ايه يعني انا عايز اوري المدرب بتاعي how much I got better، ازاي اتحسنت في الفوتبول. ايه اكيد فوتبول براكتس، في تدريب كرة القدم. تعال نشوف نمبر 3 بيقول can you ايه how many people were at the party. ممكن تخمن كم عدد الناس اللي كانوا موجودين في الحفلة، يبقى guess. تعال نشوف نمبر 4 بيقول next weekend يعني فترة نهاية الاسبوع اللي جاية I am swimming in the pool with my cousins. رياضة فيها ING، نشاط في ING، يبقى ياخد going. هنشوف نمبر 5 بيقول you will grow taller يعني انت هتطول and stronger، تبقى اقوى. ايه time، طبعا حبايبي عايز اقول بمرور الوقت، يبقى اذا هقول with time. تعال نشوف نمبر 6 بيقول an art teaches people how to play or improve a sport. طبعا حبايبي بيقول لي ان مين اللي بيدرب الناس ان هم يلعبوا ويحسنوا في الرياضة، اكيد طبعا sports coach يعني مدرب الرياضه. طب تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي ماريا didn't respond in my email، طبعا ما ردتش على الايميل. طب respond بتاعت حرف الجر، هتقول لك respond بتاعت حرف الجر شو. تعال نشوف نمبر 8 بيقول لي we didn't swim in the sea، ما عمناش في البحر because it was very windy. what a طبعا هنا اقول يلا الحسره، what a pity. طب تعال نشوف نمبر 9 بيقول لي is a doctor هو دكتور who help sick people a better. طبعا بيساعد اللي هم المرضى ان هم يتحسنوا. طب يعني ايه يتحسن؟ هتقول لي get better. تعال نشوف نمبر 10 بيقول لي ايه، خلي بالك دي دهشه، I'm so happy for you، يبقى اكيد congratulations يعني تهانينا. نمبر 11 بيقول لي the teacher المدرس helped me in my math exams، بيقول لي المدرس ساعدني ان انا اعمل ايه في امتحانات الرياضه. طب يا ترى succeed ولا pass؟ هقول لك لا succeed، عايز حرف الجر ان، يبقى اكيد هاخد pass. تعال نشوف نمبر 12 بيقول لي في نمبر 12 حبايبي it was a very busy weekend، يعني كانت عطلة نهاية الأسبوع مزدحمة جدا مشغولة. we hours of homework، طبعا عملنا واجب كتير، ويعمل واجب اسمها did. تعال نشوف نمبر 13 بيقول لي the waiter الجرسون a food for people to eat، طبعا أكيد هو اللي بيجهز لهم ويجهز يعني prepares. تعال نشوف نمبر 14 بيقول I'm so happy to see you after these long years، سعيد قوي ان انا اشوفك بعد هذه السنوات الطويله. I really a you، طبعا اكيد مفتقدك، يبقى miss. تعال نشوف نمبر 15 we send our warm a to all guests، يعني بعتنا طبعا كل تحياتنا، والتحيات حبايبي اسمها greetings، تاني التحيات اسمها greetings. تعالوا حبايبي يلا نشوف المحادثه اللي في صفحه 80. بيقول لي كادي won first place in the painting competition but Yara's little brother is ill. بيقول لي ان كادي كسبت المسابقه في التلوين لكن اخو يارا الصغير مريض. فكادي بتقول ليارا هاي يارا guess what، خميني كده.
I won first place in the painting competition، يعني انا كسبت المركز الاول في مسابقة الرسم at school. فقالت لها واو كادي، فاكيد بقى هتهنيها. طيب تهنيها ازاي؟ اكيد هتقول لها congratulations. congratulations يعني تهانينا، تاني congratulations بمعنى تهانينا، او ان تقول لها great news اخبار عظيمة. فقالت لها thank you Rara I worked really hard، انا اشتغلت بجد يعني عملت بجد. فسألتها سؤال قالت لها I drew an animal so what's your news، يبقى المفروض كانت بتقول لها انت رسمت ايه، تقول لها انا رسمت ايه حيوان، يبقى what. الفعل ده في الماضي يبقى لازم اجيب did، I هتتحول ليو وارجع الفعل لمصدره، يبقى what did you draw، قالت لها I drew an animal so what's your news. فاحنا عرفنا من رأس السؤال ان ايه اللي حصل لاخو يارا، هتقول ان هو تعبان، فاكيد هتقول لها my little brother is very ill. فقالت لها I'm sorry to hear that. طبعا ديت عبارة بقولها لما اسمع اخبار مش كويسة، تقول لها حزينة ان سمع ذلك. وسألتها سؤالت لها that was 3 days ago، والله ده كان من 3 ايام. يبقى المفروض بتسألها امتى كان الكلام ده، متى يعني ايه، هتقول لي when متى. طيب فعل مساعد بتاعي was، واجيب ذات عادي خالص when was that، فقالت لها من 3 ايام. فقالت لها yeah لا I hope so، اتمنى ذلك، فاكيد هي تمنت له انه يتحسن، فاكيد هتقول لها I hope، انا اتمنى he gets better soon، يعني اتمنى انه يشفى قريبا. فقالت له I hope so thanks for your feelings. تعالوا يلا حبايبي نشوف التدريبات اللي في صفحة 81، وديت على الدرس الخامس والسادس تمرينات عامة. قول علي's grandfather is جد علي تعبان، فبيكلم علا بيقول لها I can't come to your party، مش هقدر والله اجي الحفلة بتاعتك. فقالت له why can't you come، مش هتقدر تيجي ليه؟ طبعا السبب عرفناه من رأس السؤال، هيقول because my grandfather، لان جد طبعا is ill مريض. فسألته سؤال قال لها in the hospital، يبقى اكيد قالت له هو فين دلوقتي، يبقى اذا هسأل بوير. وبعدين فعل المساعد بتاعه is هي الفاعل، احط في الاخر كلمة now. فقال لها in the hospital، قالت له why don't we visit him، خلي بالكوا حبايبي ان الدكتور راح، مش بتقول له ليه ما نزوروش، لا انا بتقول له لما لا نزوره، ايه رأيك يعني نزوره. فاكيد هيجاوب على الاقتراح ده ويقول لها great idea، يعني فكرة عظيمة. فطبعا سألت سؤال قال لها tomorrow in the morning، يبقى اكيد هتسأل امتى نقدر نزوره، يبقى هقول when، مستطيع يعني can we visit him، يعني امتى نقدر نزوره. فقال لها tomorrow in the morning، فقالت له I hope he will get better soon، اتمنى ان هو يتحسن. فاجيت هقول لها I hope so، يعني I hope so، اتمنى ذلك. وبعدين هقول لها thank you، اكيد طبعا لازم يشكر على شعورها الطيب. تعالوا يلا حبايبي نشوف سؤال الاختياري، بيقول له I can't answer this question it's very ايه، مش هقدر اجاوب على السؤال ده لانه ايه، طبعا ما اقدرش اجاوب على السؤال لانه صعب، يبقى difficult. طب تعالوا نشوف حبايبي نمبر 2، بيقول لي can you ايه how life will be like in 20 years، يعني ممكن تتخيل الحياة هتكون عاملة ازاي في خلال 20 سنة، يبقى imagine. نمبر 3 بيقول لي ايه done ياسر you got the first prize، طبعا احسنت اسمها well done. نمبر 4 بيقول لي I have some god a my sister has a new baby girl، يعني اختي وضعت طفلة رضيعة، وضعت طفلة يعني، فاكيد هيقول I have some good news، good news يعني اخبار جيدة او عظيمة. طب تعال نشوف يلا نمبر 5 بيقول لي he greeted، يعني هو حيا his guests a making them feel comfortable and welcome، يبقى اكيد warmly، warmly حبايبي بمعنى بشكل بدفء يعني. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي we are with our parents at the moment، بيقول احنا ايه مع ابائنا في هذه اللحظة، يبقى اكيد طبعا احنا قاعدين، طبعا at this moment من علامات المضارع المستمر، فلازم اقول are staying، لازم اقول are staying. تعال نشوف حبايبي يلا سؤال الاخطاء، بيقول له I don't wear a scarf،
يعني انا ما برتديش كوفيه but today I eat one because it's very cold. طبعا لما اكون متعود ان انا اعمل حاجه واجي اغير الحاجه دي في وقت معين بس لازم اجيبها مضارع مستمر، فعشان كده هقول but today I'm wearing، تاني انا ارتدي لازم اجيبها مضارع مستمر. تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي it's important not to drive careless when it's raining. بيقول لي من المهم الا تقود بشكل متهور. انا عايز اوصف طريقه القياده فعايز حبايبي حال، فلازم اقول carelessly، carelessly يعني بشكل متهور او باهمال. طب تعال نشوف يلا نمبر 3 بيقول لي my mom always cook delicious food. طبعا always مضارع بسيط بس كوك ما تمشيش مع مام لان مام مفرد فتاخد حبايبي كوكس، لا الفعل هنا لازم ازود له اس. نمبر 4 بيقول don't talk noisy in the library. انا هنا بوصف طريقه الكلام ما تتكلمش بشكل مزعج، يبقى لازم اقول noisy. خلي بالك حبايبي ان انا هنا بقلب الواي الاي وبعد كده بزود ال واي. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناه اشترك بسرعه، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جايه ان شاء الله، واستنونا في الحلقه الجايه مع حل التدريبات اللي على التيست واسئله اللونج مان. شاير لكل زمانك عشان الكل يستفيد. جود باي، سلام عليكم.